وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يقول دخل عين وقت صلاة الظهر في الدمام ووصل إلى جدة قبل صلاة العصر. أخي الحبيب الغالي، القاعدة تقول من أدركته الصلاة مسافرا ثم أقام، يعني مثل الآن أدرك الصلاة في الدمام ووصل جدة ولم يصلي فصلى صلاة متم، ومن أدركته الصلاة متما أو مقيما ثم سافر صلى صلاة مسافر قصرا. إذا في الحالة هذه أدركت الصلاة في الدمام لكنه ما صلى ووصل لجدة، يصلي الصلاة كاملة 4 ركعات، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.